مرحبا وأهلا فيكم. الحقيقة موضوع المساعدات والإغاثة يلي كان يعني خلينا نقول سلط الضوء على مدى عوز الشعب السوري ومدى الفقر يلي عايش في الشعب السوري هو موضوع الزلزال والمساعدات يلي أجت. طبعا بتوزيع المساعدات وهالكثافة اللي أجت فيها ويعني وعدم وجود تنظيم كافي ما عاد فينا نميز مين عم ياخذ مساعد، هل هم من متضرري الزلزال او هم من الشعب العادي يلي في معظمه اليوم هو تحت خط الفقر. ففي كثير من المشاهد يلي عم تمر منا مؤسف، يعني مثل هذا المشهد يلي شفناه امبارح باللاتقيه، توزيع المساعدات في منطقه جنب حديقه الاندلس بهالطريقه. هلا ممكن نقول هو غير لائق، حتى بالتعليق الصوتي لي يلي عم يصور من سكان اللاتقيه عم يقول انه هن عم يزلوا الناس وانه خلص انه هذا يعني مشهد بهذه الطريقة ونمشي نكفي لنحكي بباقي الأخبار. ولكن الموضوع الحقيقة يستحق بعض التأمل. هاي السيارات اللي جاية هي من الحشد الشعبي، القوى صحيح عراقية ولكن القوى التي تقع تحت سيطرة إيران والنفوذ الإيراني في العراق. مساعدات واضح انه هي ما بعرف في أغذية ولكن في بطاريات في إلى آخره، ألبسة يتم رميها بهذه الطريقة على الناس من خلال أفراد طبعا من الحشد الشعبي، واضح اللي أتوا ووصلوا إلى اللاذقية والناس عم تتلقف هذه المساعدات مع أنه الموضوع مانو بطريقة لائقة. هل الحي الملفت هلا بدنا نقول أنه كل المساعدات هي توزع بهذه الطريقة؟ الجواب لا، يعني في كثير من عمليات التوزيع المنضبطة خلينا نقول لحتى ما نبالغ ونستغل الحدث لحتى نضرب بكل العمل الإغاثي، لا مو بهالطريقة. ولكن كانت هاي الطريقة غلط. يلي بيلفت النظر هو وجود الناس وقبولهم بأنه ياخذوا المساعدات بهالطريقة. قديش هدول الناس معتازين، هن من أهالي مدينة اللاذقية، يعني احنا بنعرف دائما وهذا الحقيقة ما ننتقاص من قدر حدا، ولكن عموما في سوريا أهل المدينة بيكون مستواهم المعيشي أعلى من مستوى المعيشي للأرياف. عموما عبر التاريخ ما كان في أخبار بالتاريخ أو موثق أنه أهالي يعني المدن كان في عندهم هالفقر اللي بيخليهم يقبلوا يقفوا مثل هذه الوقفة، مثل ما شايفين في يعني رجال أطفال نساء كلهم موجودين وعم يمدوا إيدهم. الحقيقة يعني منظر معبر جدا ومؤسف جدا ومحزن جدا إلى الأشخاص اللي قد يكونوا يعني غير لائقين وما اختاروهم. هلا في ناس عم يقولوا لا متعمدين يزلوا، أنا ماني مع النظرية، ولكن انه الحقيقه المشهد كله يدعو الى الحزن والى الاسف. هلا اذا خلينا هيك نص الشاشه لحتى نشوف عمليه التوزيع بهذه الطريقه لنتذكر، صادف اني عم بعمل تحقيق استقصائي مثل ما شفتوا نشرت جزء منه في العشيره الحاكمه عن العوائل الحاكمه عن العائله الحاكمه في سوريا. ما بنختلف يمكن كل السوريين انه الحكم في سوريا عائلي هو أساساً لعائلة الأسد وبعض العوائل المرتبطة فيهم، وهذا اللي بيهمنا الحقيقة. نحن بيهمنا أنه ما نو حكم رجال دولة، نحن ما عنا دولة، نحن في عنا مجموعة من الأشخاص والعوائل مسيطرة على الحكم يلي بدنا نعمله. هذا كل شيء بيهمنا مع احترامنا لكل مرة تانية طوائف والمكونات والمذاهب. نحن بيهمنا كل المواطنين يكونوا، هذا بأكد عليه دائماً، سوية تحت سقف القانون بدون السؤال والنظر إلى خلفية وطائفة ومعتقدات كل شخص. اليوم بالواقع من 50 سنة اليوم في عائلة هي حاكمة أثرت هذه العائلة. هلأ مثل ما فصلنا أنه مثلا كان عائلة مخلوف نوعا ما هن من الأقطاعيين وكان عندهم بشكل أو بآخر أملاك، ولكن اليوم إذا بدنا نيجي نقارن ثروتهم اليوم بما كان لديهم في بستان الباشا في مثلا بريف اللاذقية طبعا لا يقارن، يعني لا يمكن كانوا يوصلوا إلى هذا الثراء الموجود اليوم لو كانوا هن معتمدين على حالهم وعلى تجارتهم. هن أثروا بسبب قربهم من رأس النظام ومصاهرتهم لعائلة الأسد، يعني هذا الموضوع لازم يكون نحن أخذينه بعين الاعتبار. طبعا هي واحدة من المناطق اللي عم بدرسها، منشوف ببستان الباشا في قصور وفلل، مثلا هاي المشهد أو هالصورة هي لفيلا محمد مخلوف يلي هو رأس العائلة حكينا عليه ويشغل كل هذه المساحة، وحواليه دائما معظم هذه الفلل والبيوت الفاخرة هي لمسؤولين
من بيت مخلوف أو من أقارب بيت مخلوف يلي شغلوا مناصب مهمة في الدولة. بالمقابل منشوف هذا الشعب الفقير يلي عم يمد إيديه، يعني هي اللوحة، هذا التناقض الموجود اليوم في سوريا. هلأ للأمانة أيضا أنه بكل الناس في فقير وغني، بكل الناس في أماكن فيها فيلل وقصور، في ناس يعني هن خبزنا كفافة يومنا. وأيضا أنا أكثر من هيك، يعني بالدول خلينا نقول الغربية ودول يعني ذات الحياة النفوذ الكبير في العالم، وتكون هي عبارة عن إمبراطوريات مثل الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، أصحاب السلطة أو بالسلطة ما بيكونوا فقيرين وبيعيشوا حياة كريمة، وعادة بيجوا من يعني خلفية مانا كتير فقيرة، على الأقل بتكون طبقة متوسطة أو غنية. إذا بدنا ناخد مثلا رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، وقت يطلعوا أيضا بتكون عندهم حياة كريمة وعندهم دخل عالي، وعادة بيخرطوا بأعمال مثل إلقاء المحاضرات وتأليف الكتب، يعني ما بيعيشوا معوزين لشيء، وبيكونوا فيه الكفاية وأكثر. فهذا الموضوع مانو نقيصة، ولكن هن صحيح بيحسنوا وضعهم أو بيحافظوا على وضعهم أو هن بيستفيدوا، ولكن ما بيتسببوا بالضرر للبلاد. يعني ما في حاكم من هؤلاء الحكام بيستلم الحكم اليوم وبيخلص. طبعا أول شيء أنه هنيك الفرق أنه بيخلص، يعني عنا ما بيخلص للممات، وقت يخلص الفترة الرئاسية المقررة ما بيسلم البلاد مدمرة، وضع المعيشي متراجع الأخري هكذا، يعني المفترض أن يكون. وإذا يعني كان هو فعلا تسبب بأي سوء، أول شيء يعني ينسب له بيخسر الحزب المنتسب له، تاني بالانتخابات بيأثر على الأصوات الناخبين، وإذا كان في ضرر حقيقة يعني مستند إلى جرم أو مخالفة قانونية يحاسب. شفنا نحن ترامب واتهم الكثير يلي تم ملاحقته فيها. فهذا الفرق، أنه مو نحن شو ما عمل الشخص، شو ما كانت النتائج أثناء فترة الحكم، أنه معلش ما في مشكلة، وهو يعني يراكم في هذه الثروة ويضع يده، يراكم الثروة ويضع يده على كل مقدرات البلد ويبني القصور والفلل هو له لجماعته، والناس عم تموت من جوعها. ما في هيك شيء بالعالم، في فقير وغني لكن مو بهالمعادلة. هي المعادلة بس خاصة بسوريا وبالعائلة الحاكمة في سوريا. فالمفروض يكون في قياس لأداء الحاكم، والقياس وفقط، ليس العواطف والشعارات والخطاب وأطلاق يعني تسير الشعب وراء الجزر يوم يومين سنة سنتين ثلاثة بدون ما يحصل على أي شيء. بالعكس كل ماله بيرهق وبيتعب ويذهب إلى حتفه بدون ما يحصل على أي شيء. هذا الموضوع مو بهالطريقة يقاس أداء السلطة أو من يحكم البلاد بالأرقام. بالصدفة أيضا مبارح وجدت، وأيضا تم تناقلها على السوشيال ميديا وهي صحيحة، هذه الصورة وقت كان سعر جرام الذهب 475 قرش ليرة سوري، اليوم تقريبا 370 ألف ليرة سورية. هلأ معلومة مؤكدة طبعا من الأشخاص اللي معاصرين، كان الراتب بهداك الوقت 375 ليرة سورية، يعني تقريبا بيشتري 80 جرام ذهب. يعني على اليوم بيكون، إذا بدنا نقول شو الراتب المفروض يعادل الراتب بهذيك الأيام، يعادل تقريبا 30 مليون ليرة سورية. يعني إذا كان أو عندما استلمت عائلة الأسد سوريا كان الوضع المعيشي 375 ليرة دخل أو راتب أو الحد الأدنى للرواتب والأجور في هذاك الوقت، ما بهذاك الوقت ما يعادل بحدود 80 جرام ذهب أو تقريبا 4000 دولار، اليوم راتب الموظف هو فقط 15 دولار، وطبعا عم ينقص مع الايام. اليوم سعر صرف الدولار 7500 ليره سوري، وجرام الذهب 370، ويمكن 370 الف لكل جرام. هلا هي المعادله، هي بغض النظر نحن شو في جوا ما بهم، كل مسؤول يا بيتحمل مسؤوليته يا بيترك المكان لغيره لحتى يجوا ناس بيحسنوا يديروا الظروف الصعبة يلي بتحجج فيها الحرب والمال الحرب وما بعرف شو المواجهة والآخري. كل هذا نحنا كيف بدنا نعرف انه في ناس قادرين انه يعطوا نتائج افضل اذا ما كان في تداول للسلطة؟ يعني شخص بتعلق بالسلطة، كان الوضع مثل ما قلنا، كان دخل الفرد ما يعادل اليوم 30 مليون ليرة سورية اليوم، واليوم الدخل هو 15 دولار. شوف الفرق، يعني اليوم تقريبا الناس، هذا الموضوع نوهت عليه اكثر من مرة، عم يشتغلوا بالصخرة ببلاش. كيف بدنا نعرف انه اذا كان هناك من السوريين القادرين دارسين علوم اداره يلي عندهم خبره في العمل العام ممكن كان يوصلوا فينا لنتائج افضل او نتائج اقل سوءا اذا صح التعبير اذا ما عملنا تداول للسلطه؟ بيضل شخص حاكم 50 سنه والامور بانحدار لحتى الناس
وصلت لهالمواصيل لحتى توقف بالساحات العامة ويوزعوا عليها المساعدات الإغاثية بهذه الطريقة المهينة. كيف بدنا نحن نقول ونأكد أنه هل كان ممكن يكون في قيادات أو من يصل إلى السلطة يعني يكون الوضع اليوم أقل سوءا من هذا الوضع، لأن بتوقع وصلنا بالدرك الأسفل. فبهالطريقة نحن منقيم أداء السلطات ومنقيم أداء الحاكم خلال هالفترة أو خلال أي فترة. فنحن مرة تانية خلال 50 عام كان الشخص بيحسن بيشتري 80 جرام ذهب، يعني هو وكان معروف يعني خلال أقل من سنة بيشتري بيت وكل المستلزمات. اليوم أصبح الشخص لا يجد رغيف الخبز ومستعد أن يقف، وهو ابن المدينة وابن مدينة كريمة ويعني مرباية على العز وبعمره ما جاعوا هدون الجماعة، أنه يقفوا بهذه الطريقة ويتحملوا الإهانة بطريقة التوزيع بهذه الطريقة المزلة من أجل أن يبقوا على قيد الحياة. بدي أرجع نوه لموضوع نوهت له، بدي أرجع أكد عليه. هل طريقة من العيش، طريقة موضوع المساعدات، وأنه الواحد بيتحمل، يعني مرة تانية هي بتصير نوع من العادة مع الأسف. يعني أنا بقول لك بروح واقف على الدور ضيع لي ساعة ساعتين، طبعا مو كل المساعدات توزع بهذه الطريقة للأمانة، وبحصل على مساعدات بقيمة راتب كامل. يعني أنا بشتغل شهر كامل بحصل على مساعدات مثلا بقيمة 50,000 30,000 100,000 أحيانا حسب الجهة اللي بتوزع. بنتقل من سيارة لسيارة ومن جهة لجهة، إذا ضيعت نهار بطالع ما قيمته راتب شهر كامل، ليش لحتى أروح أشتغل؟ وهي القصة حولت مرة تانية، وهذا الموضوع يمكن عنونته أنا بتجيل، أنه حولت السوريين إلى مجموعة من المتسولين مع الأسف. وهذا الشيء نوهه، مع أنه هذا الشخص أنا هو يعني من أذرع الرئيس بشار الأسد خالد زبيدي إذا بتذكر، وحكينا عليه وقت أخذ استثمار الحجاز، محطة الحجاز، وبنى فندق فوقه. هو نوه لهذه المشكلة، وأنا بتوقع بهي الجزئية خلينا نسمع كلامه صحيح 100%. بحاجة كلها تعبانة، بس نعم. اليوم حتى بكثرة المعونات عم تخلي كمان الناس ما عندها تشتغل تواكل. نعم. هلأ أنا بيجي بقول لك منطقة كبيرة فيها 10,000 شخص، قوم هلأ بدك توزع معونات ومساعدات، بيجيك 8,000 منهم بدون مساعدات. نعم. اطلب ناس تيجي تشتغل من 10,000، ما بيجيك 5. طبعا هن ما بيشتغلوا، ليش؟ مو لأن كسلانين، لأن هن عم يشتغلوا سخرة. لأن هو حتى خالد زبيدي إذا بدي يشغل العامل بدي يعطيه، يعني إذا كان بالقطاع العام 100,000 بيعطيه 200,000. طيب هذا الشخص، وخاصة بعد تدفق المساعدات إلى سوريا، مع أنه ما عم بيوصل كل المساعدات لسه، إذا وصل كل ما وصل مساعدات أكثر، كل ما طلع رائح أكبر من سوق العمل، أو اعتمدت على هذه المساعدات وما عاد بدها تشتغل، وهي يعني حقيقة معضلة ما بعرف كيف بدنا نخلص منها. فالناس ما بتشتغل الصخرة، بتقول لك لا بروح أنا بتسلى بوقف ماشي الحال، بيطلع واحد قليل الحياة بلا ما عاد باخد منه، بروح باخد بالتاني. في خيارات كثيرة، وما أنا بشتغل كل الشهر صخرة مو لأن هو كسول، مو لأن هو ما بده يشتغل، لأن الشغل أصبح اليوم عديم الجدوى. كيف بدنا نرجع للشغل جدوى؟ كيف بدنا نرجع أنه قيمة الشغل ما بدنا تكون 80 يعني جرام ذهب، تكون جرامين 3 جرامات ذهب بالشهر؟ هي حياة معضلة لهلا، معضلة يمكن نتعذب كثير قبل ما نوجد حل لها. أيضا هذا الوضع تعود، يعني أنت عندك صار جماعات بشرية أو مجموعات بشرية كلها متعودة على الإغاثة، والحكومة تبعهم ما أنا قادرة تقوم فيهم. أجا موضوع الزلزال وفتح الباب لحتى يدخل الحابل بالنابل، وكل واحد يعني وكل جهة من الجهات تريد أن ترسل إغاثة ومساعدات، ومو كل هذه الجهات عندها أهداف بريئة. هلا بالأخص إيران، خليني أقول يلي عم شوف أنه في تواجد كثيف خاصة في الساحل، الحشد الشعبي، العتبات العباسية، رحماء تبع حزب الله، منشوف أنه في الحقيقة يعني يوميا في كثافة في تقديم أو وصول المساعدات، ومن معها من شخصيات بتوقع هون فلتت الأمور، صار الحابل وبالنابل. وإيران بحسب القياس والتجربة، مثلا إذا بدنا ناخذ لبنان، هي نوع من يعني النمو، بتعمل نمو داخل المجتمعات نوع خبيث، يعني تفقر المجتمعات وتعطل كل شيء ممكن أن يحصل منه المواطن على دخل بيعيش من خلاله حياة كريمة، وبتمد هي يد المساعدة لحتى تخلي يعيش المواطن بسببها. وهذا الحياة جدا خطير. هالكثافة اللي عم بشوفها أنا باللاذقية وغير مدن، ولكن لفت نظري موضوع اللاذقية، وجود هذا النفوذ الإيراني في اللاذقية اليوم وتوفير المساعدات بهذه الطريقة، عم يوفروا كل شيء تقريبا بما فيه الطعام. يعني شفت بلقاء أنه
مثلا بأحد المناطق عم بيوفروا 1000 وجبة غذاء يوميا بمنطقة من المناطق في اللاذقية، بالإضافة إلى كثير البيوت وإلى آخره. فهن صاروا يعني هن صاروا ولي نعمة هؤلاء، وبالتالي هم المتحكمين بهم. يعني هذا الموضوع نحن لازم ناخده بعين الاعتبار. هلا في دول تانية بتقدم مساعدات تيجي بتروح، الإمارات أيضا طبعا بيكون لها أهداف، بيكون بدها تستثمر هذا الموضوع لتوصل لمكاسب تسوية، مكاسب سياسية. ولكن إيران الحقيقة أسلوبها في المنطقة هو أسلوب مرة تانية، أنه هي تتغلغل في المجتمع ويعني تسحب كل الفرص وتعطل وتبطل كل الطرائق اللي ممكن يحصل فيها الإنسان على حياة كريمة، وتمد وتمد للناس اللي رح يموتوا من جوع الفتات لتبقيهم على قيد الحياة. ولكن بسببها معناتها هي سيطرت عليهم. نحن لازم ننتبه كتير منيح لهذه النقطة. يعني مثل ما شفنا، إذا كان النظام شاف بموضوع الزلزال ودبلوماسية الكوارث فرصة لحتى هو يعيد بعض العلاقات مع بعض الدول الإقليمية أو الدولية، أو يعني حتى في المجال الإنساني، يفرح على طائرة جاية من الصليب الأحمر الألماني أو من النرويج، أو والله 30-35 طائرة من الإمارات فيهم فايدة ما فيهم فايدة، زاروا كان مسؤول يعني بمستوى معين وزراء أو وزراء خارجية، أنه هو يفكر أنه نفد من الموضوع. طبعا ما نفد هذا الموضوع، ممكن نعمل تسجيل خاص اليوم شلون في حراك سياسي ودبلوماسي بالولايات المتحدة الأمريكية لا يقطعوا الطريق عن النظام حتى لا يستفيد من المساعدات. يعني هذا موضوع آخر. هذا الموضوع له سلبيات كبيرة، مو بس تضعف المجتمع، تضعف النظام أيضا. يعني أنا وقت بسحب من النظام جماعة مثلا مدينة معينة مثل اللاذقية وجبلة وطرطوس، وبخليهم أنا تحت يعني أو بجيبتي أو مثل بيقولوا تحت باطي، وأنا المتحكم في لقمة عيشهم، فمعناته أنا صرت صاحب القرار بما يخص هؤلاء، ونزعت السيطرة من السلطة الحاكمة عليهم. هذا كل شيء بدي أحكيه لليوم. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.